نعرف في تاريخ الكنيسة البابا دائما لازم يكون من أصل إيطالي، فمرت فترة صار هالصراع وصار في انقسام، كمان هذا الانقسام اللي مر أثر شوي على سلطة الكنيسة وعلى سلطة البابا. جاءت سميت بأزمة أفنيون لأنه المقر اللي أقام فيه البابا الفرنسي كان بلد تسمى أفنيون بفرنسا، ظل 200 سنة بعدين اتفقوا الجانبين انه لازم يكون في بابا واحد انتخاب، فسميت هاي الازمه بازمه افنيون. جاءت ازمه افنيون سببا قويا لانحطاط السلطه البابويه باواخر العصور الوسطى، وانحطت الاخلاق العامه، ولم يرتفع عده بابوات الى المستوى الاخلاقي الذي يتطلبه منهم منصبهم الديني الرفيع، فلم يتمكنوا من الاصلاح الامور الدينيه والزمنيه، ولم يفطنوا لأهمية الأحداث التي نشأت في ألمانيا بتأثير من الثورة البروتستانتية على أوضاع الكنيسة الكاثوليكية وبروز عصر الإصلاح الديني في القرن السادس عشر. هلا راح أتحدث شوي فترة عن عصر الإصلاح الديني وكيف كان له كمان انعكاسات من ناحية دينية ومن ناحية سياسية واجتماعية على الغرب. لابد أنه الثورة اللي إجت أثرت على وضع الغرب كله، كان من ناحية دينية أو من ناحية اجتماعية وسياسية. جرى الإصلاح البروتستانتي في بلاد الغرب، فكان ثورة عنيفة على الكنيسة الرومانية، وقد فصلت عنها قسما كبيرا من أبنائها، وتجلى هذا الإصلاح في مظاهر ثلاثة: اللوثرية في ألمانيا، والكولونية في فرنسا، والإنجليكانية في إنجلترا. كانت الأوضاع الدينية في كنيسة الغرب تدعو إلى الإصلاح، فقام به الراهب مارتن لوثر في ألمانيا. هذا عاش في 1483-1546، يعني نهاية القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. وقد تمحورت أفكاره الإصلاحية في ثلاثة أمور رئيسية: أولاً، ليس للبابا أي السلطة على الكنيسة الجامعة، وليس للكنيسة أن تحتفظ بممتلكات مادية. 2، لا يتبرر الإنسان، هاي الفكرة الدينية اللي نادت فيها البروتستانتية، لا يتبرر الإنسان بالأعمال بل بالإيمان فقط، وتبرير النفس إنما هو غشاء يخفي ما فيها من دنس ولا يزيل عنها. هون فكرة الخطية الأصلية اللي تحدث عنها مارتن لوثر، كمان بتأثير من القديس أغسطينوس. الإنسان يولد في الخطيئة، ولكن النعمة أو عمل الله في الإنسان لا يزيل هاي الخطيئة مثل الغشاء يخفيها. طبعا هذا تفكير الكنيسة البروتستانتية. فيما يعني بالجانب الآخر عنا التفكير أو وجهة النظر الكاثوليكية اللي تعتبر أنه صحيح الإنسان هو يولد في الخطيئة، ولكن مع المعمودية تزول هذه الخطيئة، يعني الإنسان يصبح في حالة النعمة مع الله. هذا صراع كمان مد أخذ شوط طويل في الغرب، وكان له نتائج مش بس دينية اجتماعية وسياسية. الغرب مرت عليه حروب المائة عام، نعرف في تاريخ الغرب كمان صار في تحول هذا الصراع، مش بس صراع ديني، صار صراع سياسي واجتماعي، وأدى إلى طبعا في كثير عوامل لعبت دور، ولكن كان له تأثير على الغرب. النقطة الثالثة اللي طرحها مارتن لوثر: الكتاب المقدس هو ينبوع الإيمان وحده، ويحق لكل إنسان أن يفسر تفسيرا خاصا حسب إلهام الروح القدس، أو ما يسمى بالقراءة الفردية للكتاب المقدس. طبعا وجهة النظر الكنيسة الكاثوليكية أنه صحيح كل إنسان له حق في قراءة الكتاب المقدس، ولكن الكنيسة لابد من أن تعطي بعض التوجيه في قراءة الكتاب المقدس، عشان هيك ما بتحط الكتاب المقدس بين إيد الناس بدون ما يكون في نوع من الشروحات، لأنه النص أحياناً قد الإنسان يأخذ كثير في المعنى فيه، يطور المعنى بحوره ببدله، فكان في نوع من أنه لازم يكون في توجيه الشعب أو المؤمنين في قراءة الكتاب المقدس. لقد ناصره في حركته الإصلاحية الأمراء الألمان، ووجدوا فيه فرصة ذهبية تاريخية للاستيلاء على ممتلكات الكنيسة والتخلص من سلطة البابا الزمنية
والعمل على إرساء كيانات كنسية مستقلة في ألمانيا. لقد تبع لوثر في حركته هذه كولين في فرنسا والذي تأثر به، وحاول نشر أفكاره في سويسرا وهولندا واسكتلندا وباقي الأقطار الأوروبية. وقد سبب انتشار أفكار بفرنسا حروبا دامت عدة سنوات، مما دفع الملك هنري الرابع إلى إقرار مرسوم نانت سنة 1598 معلنا حرية الضمير والمذهب. وبقيت فرنسا الدولة الوحيدة التي أمكن فيها التعايش السلمي بين الدولة الكاثوليكية والبروتستانت. ومع قلة عدد هؤلاء فقد نقض الملك لويس الرابع عشر هذا المرسوم سنة 1685، فهاجر معظم البروتستانت الفرنسيين إلى هولندا وألمانيا. جاءت ثورة الملك هنري الثامن في إنجلترا على البابا نتيجة رفضه إبطال زواجه من كاترينا حتى يتزوج من امرأة أخرى لتنجب له وريثا للعرش. وقد أعلن البرلمان البريطاني سنة 1534 استقلالية كنيسة إنجلترا عن سلطة البابا، وأكدوا أن لا دخل للبابا في شؤون كنيستهم. لقد ساهمت الحركة البروتستانتية وعلى المدى البعيد في أمرين جوهريين أساسيين لا بد من ذكرهما في إطار لقائنا حول المسيحية وصراع الثقافات الحديثة. أولا، على المستوى الديني، لقد ساهمت البروتستانتية في إرساء أسس جديدة لقراءة الكتاب المقدس وفي إطلاق العنان نحو دراسات جديدة حوله وطرح الكثير من الأسئلة حول القضايا العالقة فيه، حيث ساعدت العلم الكتاب الحديث في الكثير من المعطيات وخصوصا في ملائمة الكتاب المقدس محروح العصر. على المستوى الاجتماعي والسياسي، لقد كان للحركة البروتستانتية الأثر البعيد والصدى الاجتماعي والسياسي في على المجتمع الأوروبي. لقد شكلت الشرارة الأولى لكل حركات التحرر الاجتماعية والسياسية في أوروبا تجاه سلطة البابا أو أي سلطة تشكل عائق أمام بناء مجتمع إنساني سليم، إذ جعلت من الإيمان علاقة شخصية بين الإنسان وخالقه. لقد تجزأت المذاهب البروتستانتية لأجزاء كبيرة ليس لها أي سلطة روحية عليا توحدها، ونشأت عنها بدع لا حصر لها. ومع مطلع القرن العشرين أقيمت محاولات متعددة لتقريب وجهات النظر بين هذه المذاهب المتنوعة، فأنشئ مجلس الكنائس العالمي حيث تتلاقى فيه هذه الكنائس لتتعاون بالحقول الاجتماعية وتتقارب في الأمور العقائدية والتنظيمية، وقد انضم إليه لاحقا معظم الكنائس الأرثوذكسية. طبعا زي ما شفنا أنه مش بس هالصراع اقتصر على الناحية الدينية، كمان كان له أثر من الناحية الاجتماعية والسياسية. هالشرارة اللي أطلقها لوثر في ألمانيا أصبحت هي بدء انطلاق للتحرر في الغرب، وهذا فتح عصر جديد في الغرب سمي عصر الثورات السياسية. راح نشوف كيف هلا كمان الغرب شهد كثير من التحولات، لأنه كمان التفكير السياسي اللي بيعيشه الغرب اليوم كمان هو نتيجة صراع طويل حتى توصل له الإنسان الغرب اليوم. بفرنسا بنعرف أنه كل الدول كانت حكم ملكي، ثم بعد كل الثورات اللي مرت في الغرب أصبحت أغلب الأنظمة الديمقراطية جمهورية، ولكن الإنسان الغربي على المستوى السياسي كمان دفع كثير من المجهود والثمن حتى وصل لهالشيء اللي هو وصل له. لقد زالت بالغرب ومن رؤوس الناس فكرة الدولة المسيحية الواحدة تحت سلطان البابا الرئيس الأوحد، وبرزت بدلا منها فكرة تأسيس دول مستقلة حديثة وذات كيانات سياسية تجاري العنصرية القومية والمصلحة الاقتصادية والعاطفة الوطنية. فاجتمع كل شعب حول ملكه وأبى أن ينصاع لأوامر ملك آخر حتى ولو كان الآمر البابا نفسه، وهذا ما عرف بعصر نشوء القومية.